2022 السعودية تجرأت على الأرجنتين لتخطو المغرب بعد ذلك أكبر الخطوات في مونديال الأمم. وبعد ذلك هل يتجرأ الشياطين الحمر على صاحب العظمة الريال بعد جرأة الهلال من أمام البرازيليين، ويفعلها أبناء مصر من أمام أبناء العاصمة الملكية مدريد؟ لقاء كبير جدا هنا في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، الملعب الذي احتضن الذي يبدأ في كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، لكن رحم الله من مات. لا شك بأننا نتعاطف للريال إلى محاولة فيها سقوط، وحكم المباراة يحتسب مخالفة، ركلة حرة مباشرة، أتشو عناصر الكرة اللعب على الجهة اليمين، لكن الريال إلى منطقة الجزاء، فالفيردي كانت عند الكوب، رودريجو إلى فينيسيوس، ثم الكرة في أخذ كرة من الشحات محمود من جديد، يصل تأتي إلى هذه اللحظة في أول 10 دقائق من المباراة، لكننا نلحظ بأنه هناك فرص. المباراة الكبيرة التي تجمع بين بطل في التاريخ كارلو أنشيلوتي، الأرقام من تتحدث، يستطيع أن يعود للمباراة في أي وقت. رودريجو عدى رودريجو، رودريجو سيطر على الكرة بعد صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة يكسبها ريال مدريد الآن، أول كرة ثابتة الماضية، لكن الكرة مقطوعة لتصل على الجهة اليمنى إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جاربي ثم تونتي، الكرة لعبت لمنطقة الجزاء، لكن رودريجو رودريجو شوف مع فالفيردي، رودريجو 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 في كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة ركنية، فرصة وانطلاقة رائعة جدا لرودريجو، الكرة من فينيسيوس، صالح الهلالي في الطرف اليسار، هذه خطرة، التسديدة لخارج أرضية الملعب، فاتت الفرصة على محمد شريف، أخذ كرة يحاول يعدي فيها، متابعة ممتازة من محمد هاني بعد كروس لتنفيذ الكرة الثابتة الملعوبة إلى داخل المنطقة، شناوي يبعد كرة، لكن الأهلي يكسب معها مخالفة، ركلة حرة مباشرة، حاول عند فالفيردي يلعبها عرضية، والكرة إلى إلى داخل منطقة الجزاء، الفرصة قائمة برأسية، مرت إلى خارج أرضية الفعين، عادت الكرة إلى تشواميني وتسديدة في الأمام، انطلاقة للريال إلى فينيسيوس، وتسديدة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، عدت كرة فينيسيوس إلى خارج، يبتعد فيها عن المتصدر، الكرة للريال في محاولة رودريجو، رودريجو من المرات القليلة اللي يجد نفسه في منطقة الجزاء، الفرصة الأهلاوية للرد على كرة ريال مدريد، لكن التمريرة من شحات، شحات عدى الكرة معه في الجهة اليمنى، لوكا مع الكرة، لوكا صالح الأهلي، الأهلي مع الكرة الآن في وسط الملعب يكسب، كرات كانت من أمام فينيسيوس وكذلك لا تصل إلى رودريجو، واصلة إلى المدافع للريال، المحاولة، أوهو تخطئ معه أبدا، فينيسيوس يتمكن من تسجيل هدف أول في صالح ريال مدريد، يستغل الخطأ من الدفاع في الأهلي، الريال تغيب عنه الأسماء، لكن اسم أكبر من كل الأسماء، ريال مدريد يتمكن من التسجيل مبعدة من الدفاع لتعود من جديد في صالح ريال مدريد، خلف الكرة إلى تشواميني، ينطلق فيها تشواميني، واصل الكرة لصالح النادي الأهلي، محمد هاني أرسل كرة أو تمكن من التصدي لكرة تشواميني، على الكرة الماضية اللي وقع فيها فينيسيوس والتي وفالفيردي، فالفيردي 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 يقضي على ما بقي من أمال للأهلي، يسجل الثاني للريال، رودريجو بعدما ضاعت الكرة عبر تصدي الشناوي، المتابعة رائعة من فالفيردي، أراح كارلو أنشيلوتي، أراح جماهير الريال، كرة الماضية لكن لو تفتح عمل كرة طويلة بالأمام، واصلة لتسديدة من فينيسيوس، فيه لا شك بأنها الشحات اللي يلعب كرة ساقطة في منطقة الجزاء وراسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب، كرة محمد شريف، الراسيات للنادي الأهلي، واصل الكرة لصالح النادي الأهلي، محمد هاني أرسل كرة أو تمكن من التصدي لكرة تشواميني، ينطلق الكرة من منطقة الجزاء، تسلل إلى منطقة الجزاء، إلى ركلة ركنية، فينيسيوس يقدم ركلة الجزاء، أوه
علي معلول نجح في تسجيلها. علي معلول قلص الفارق. علي معلول قال كلمة في مواجهة لونين، أعطى الفرصة للأهلي، أعطى الفرصة للأهلي ولكبرياء أدوار كبيرة وكبيرة جدا في جهات اليمنى الأهلي. المحاولة في الطرف الأيمن عرضية. كانت فرصة العودة مجدي أفشي. كان برافو، كما كان شكرا، قدمت مباراة كبيرة بغض النظر. الريال، الريال قلت لك بأنهم أفضل من يلعبون الدقائق الأخيرة، قلت لك هم أفضل من يلعبون الثواني الأخيرة. نعم تمكنوا من إضافة الهدف الثالث الآن عبر رودريجو الذي يحصل على فرصة في تسجيل الهدف الثالث الرائع. كرة الماضية لكن لو تفتح عمل كرة طويلة بالأمام واصلة لتسديدة من فينيسيوس فيه لا شك بأنها كان برافو، تمكن شكرا، قدمت مباراة كبيرة بغض النظر. من دفاع الأهلي الفرصة خطيرة تسدد. الرابع من البديل اللي في أول لمسة، أريباس يسجل الهدف الرابع ليؤكد على أحقية الانتصار، أحقية الوصول إلى المباراة.